بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند، حلقة بداية الأسبوع. بالتأكيد إن شاء الله هنتابع مع حضراتكم استعدادات النادي الأهلي على مدار هذا الأسبوع لأول مباراة رسمية والانطلاقة الحقيقية بداية الموسم، موسم 2023-2024 بلقاء السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على استاد الملك فهد في مدينة الطائف. إن شاء الله بإذن الله تكون بداية موفقة. النهاردة تم يعني فتح باب التذاكر للجماهير المصرية والأهلوية، الدفعة كده تم طرحها النهاردة. هنتكلم على مباراة السوبر، هنتكلم على الاستعدادات، توقيت سفر الفريق، الفريق بيستعد ازاي خلال هذا الأسبوع بعد العودة من معسكر النمسا، كمان هنتكلم على آخر المستجدات الموجودة على الساحة الرياضية وما تناولته السوشيال ميديا وبعض البرامج الرياضية في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة. لكن بسرعة نبدأ حلقتنا النهاردة بسؤال حلقة اليوم. وامبارح مباراة منتخبنا الوطني مع إثيوبيا انتهت بفوز مصر بهدف مقابل لا شيء، وكان ختام رائع في جولة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم. لذلك عايز أعرف رأي حضراتكم في أداء المنتخب مع فيتوريا. تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا، وفي الجزء الأخير من برنامج الترند هستعرض أكبر قدر من أراكم على أداء منتخبنا أمام إثيوبيا والتي انتهت بفوز منتخبنا الوطني بهدف مقابل لا شيء. ولكن نروح بسرعة لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يستأنف تدريباته على ملعب التتش، وكمان انضمام اللاعبين الدوليين للفريق بعد مباراة إثيوبيا، وأخيرا طرح تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري. قبل ما ادخل في تفاصيل الحلقه وقبل ما اتكلم على مباريات اليوم، يمكن النادي الاهلي النهارده تقدم بخالص التعازي والمواساه للاشقاء في المغرب وبيتمنى الشفاء العاجل للمصابين. امبارح كان في زلزال قوي جدا في المملكه المغربيه، العديد من المدن المغربيه تاثرت بهذا الزلزال. طبعا الزلزال كان في توقيت صعب جدا فجري اليوم، وللاسف يمكن عدد الوفيات والاصابات كبير جدا في المملكه المغربيه. نادي الأهلي النهاردة وهو يعبر عن وقوفه وتضامنه مع الشعب المغربي الشقيق، يتقدم مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وأعضاء وجماهير الأهلي بخالص التعازي وصادق المواساة لأشقائنا بالمغرب في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد ليلة أمس. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين من الأشقاء بالشفاء العاجل والصحة والعافية. قلوبنا مع الأشقاء في المغرب. كمان عايز أطمن كل الجماهير المصرية وأسر كمان حكامنا، يمكن في اتنين من الأطقم الحكام المصريين موجودين حاليا في المغرب، الكابتن أمين عمر والكابتن محمود أبو الرجال وأحمد حسان طه ومحمود ناجي، كان عندهم مباراة امبارح في مدينة مراكش، وبعد المباراة كانوا في الأوتيل وحصل الزلزال، وكان مصدر الزلزال من مدينة مراكش. كان زلزال قوي جدا بيقترب من حوالي 7 درجات ريختر. وكمان في طاقم مصري تاني، كابتن محمد معروف والكابتن احمد توفيق طلب وهاني عبد الفتاح والكابتن احمد الغندور، ده طاقم لسه عنده مباراه بكره في مدينه مراكش، مباراه ما بين جامبيا والكونغو. طبعا اطمأنينا على الاطقم الحكام المصريين، الحمد لله هم كلهم بخير، بنطمن كل اسرهم، الحمد لله الحكام بخير وكلهم موجودين بسلامه الله في مراكش. النهارده الطاقم اللي كان بيدير مباراه بوركينا واسواتيني هيصل مساء اليوم الى القاهره. الطاقم المصري الاخر بقياده الكابتن محمد معروف لسه عندهم مباراه بكره، لكن تم طبعا اجلائهم من الفندق اللي كانوا موجودين فيه، راحوا فندق تاني في مدينه مراكش، وان شاء الله عندهم مباراه بكره. الاطقم بخير، الحكام بخير، هيعملوا مبارياتهم باذن الله ان شاء الله ويديروا مبارياتهم ويرجعوا القاهره باذن الله سالمين غانمين. والف مليون سلامه على كل الاشقاء في المغرب، ربنا يلطف بيهم ان شاء الله وتعدي الازمه دي على خير. طب نروح بقى لاستعراض مباريات اليوم. والنهارده في مباريات واستكمال مباريات الجوله الاخيره من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس الامم في الكوت ديفوار. الشوط الاول انتهى في مباراتين، ملاوي متقدمه على غينيا بهدف مقابل لا شيء، وموزمبيق متقدمه على بنين 2-1. مباراه موزمبيق وبنين على فرقه بيديرها طاقم تحكيم مصري بقياده الكابتن محمد عادل، والحكم الرابع موجود في هذه المباراه الكابتن محمود البنا. والمباراة دي مباراة مهمة جدا لأنها هيكون فيها بطاقة التأهل ما بين موزمبيق وبنين. الساعة 7
في ثلاث مباريات، جمهورية الكونغو هتستضيف السودان، الكوت ديفوار هتستضيف لسوتو، موريتانيا مع الجابون. أيضا الكونغو مع السودان وموريتانيا مع الجابون مباراة حاسمة لأن تأكيد من الفرق اللي هتتأهل النهاردة من هذه المجموعة. النهاردة كانت في مباراة ما بين المغرب وليبيريا اتأجلت، المباراة دي كانت هتتلعب النهاردة في أغادير ولكن اتأجلت نتيجة طبعا الزلزال وأثار الزلزال اللي دمر عدد من المدن المغربية خاصة مراكش وأغادير. الساعة 10 من مساء اليوم في مباراتين، جزر القمر هتستضيف زامبيا، والسنغال التي تأكد تأهلها تستضيف رواندا. دي مجموعة من مباريات اليوم في التصفيات الإفريقية. نتمنى التوفيق يا رب لباقي الفرق عشان تضمن بطاقة التأهل إلى كأس الأمم في الكوت ديفوار يناير وفبراير من العام المقبل. أخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. زي ما بقول لحضراتكم خلاص، احنا النهاردة في بداية الأسبوع وعندنا في نهاية الأسبوع مباراة السوبر الإفريقي مع اتحاد العاصمة الجزائري. مباراة صعبة جدا جدا جدا، محدش يتخيل إن ممكن اتحاد العاصمة لسه محقق بطولة وحيدة في الكونفدرالية، فبالتالي المباراة ممكن تبقى سهلة، أو في رحيل لعدد من اللاعبين الفريق الجزائري وفي انضمام عدد كبير جدا من اللاعبين، فبالتالي لسه عبد الحق بن شيخة بيحاول يعمل التوليفة الجديدة. لا، المباراة صعبة جدا، وصعوبة المباراة بتأتي من خبرات المدير الفني اللي هتواجهه في هذه المواجهة. ليه؟ عبد الحق بن شيخة في آخر سنتين حقق كأس الكونفدرالية مع نهضة بركان ومع اتحاد العاصمة الجزائري، وده يدل على شيء، بيدل ان الفكرة مش في امكانيات الفريق اللي معاه، الفكرة ان المدرب قادر يحقق البطولة ايا كان الفريق اللي بيدربه. دي نقطة مهمة جدا. كمان حقق كأس السوبر الافريقي على الوداد الرياضي المغربي، كان بطل دوري الابطال، فبالتالي الراجل في اخر سنة او سنتين محقق ثلاث بطولات قارية، اثنين كونفدرالية وكأس سوبر افريقي، وبالتالي مدرب عنده خبرات كبيرة. سبق قبل كده عبد الحق بن شيخة واجه الأهلي عام 2014 لما الأهلي كان بيلعب في كأس الكونفدرالية ولعب مع الدفاع الحسني الجديدي. المباراة كانت صعبة جدا هنا في القاهرة، بنتكلم الأهلي كسب 1-0 بشق الأنفس. راح هناك كان الدفاع الجديد متقدم 2-0، وفي الثواني الأخيرة قدر أحمد رؤوف يحرز هدف كان ضمن للأهلي بطاقة التأهل، وقطع الأهلي بطاقة التأهل من مدينة الجديدة في المغرب في مباراة كانت صعبة جدا في جميع الجوانب. فمدرب عنده خبرات كبيرة، اشتغل في أندية كتيرة وأندية لها اسم كبير سواء في المغرب أو الجزائر، عشان كده الماتش هيبقى صعب. والصعوبة كمان بتيجي لأن أنت لسه في بداية الموسم، ودي أول مباراة رسمية، وأول مباراة رسمية ببطولة قارية، فربنا يكرم يا رب النادي الأهلي في الاستعداد لهذه المباراة. الفريق رجع من النمسا، والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر منح الفريق أجازة لمدة 48 ساعة بالظبط. النهاردة السبت أولى التدريبات أو أول مران النهاردة، وغالبا هيكون في حدود حوالي الساعة 7:30، لأن في اجتماع هيسبق هذا التدريب، والاجتماع قد يستمر حوالي ساعة، فبالتالي التدريب النهاردة هيتأخر شوية، يعني ممكن يبدأ 7 أو 7:30 حسب ما الجهاز الفني ينتهي من اجتماع النهاردة. كولر هيحط البرنامج من أوله لغاية ميعاد عودة الفريق إن شاء الله من السعودية يوم الجمعة المقبل. حسب ما عندنا من أخبار ومعلومات إن الفريق هيتدرب يوم الثلاث الصبح، وبعدها هيستقل الطائرة المتجهة إلى المملكة العربية السعودية عشان يكون في تدريب يوم الأربعاء والخميس على ملعب المباراة استاد الملك فهد، ثم المباراة إن شاء الله يوم الجمعة على استاد الملك فهد في مدينة الطائف الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. النهاردة أسعار التذاكر تم طرحها في الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة. طيب قبل ما أروح للتذاكر عايزين نطمن على الفريق، رجع من النمسا بيستعد ازاي خلال هذا الاسبوع، اخبار كتيره متعلقه بتدريب الفريق. لذلك ارحب في هذه اللحظات بزميلي العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي اللي موجود حاليا في مقر النادي الاهلي في الجزيره. كريم مساء الفل. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحيه ليك ولكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. اخر الاخبار عندك، والنهارده بدايه اسبوع جديد وتدريبات استعدادا لبطوله مهمه جدا يوم الجمعه المقبل. يعني نقدر نقول بقى الاستعدادات النهائية هتبدأ من تدريب اليوم، مباراة صعبة وبطولة بالتأكيد
مهم جدا لكل جمهور النادي الاهلي. يمكن الكل عارف طبعا يمكن النادي الاهلي هو اكثر الانديه تتويجا ببطوله السوبر، لكن محتاجين هذه البطوله. انطلاقه موسم ببطوله بتكون مهمه جدا وبتفرق مع اللعيبه، لان احنا محمد انت عارف عندنا موسم مليء بالمباريات، مليء بالبطولات، عدد من المباريات صعب جدا. واعتقد يعني على مرور بقى الشهور القادمه ممكن يكون واحد من اصعب المواسم اللي هتقابل النادي الاهلي الحقيقه في خلال السنوات الماضيه. تلاحم كبير جدا بين البطولات وبين المباريات، لكن ان شاء الله باذن الله قادر النادي الاهلي كعادته يكون على كل منصات التتويج في كل البطولات بمشيئه الله. النهارده كالعاده هيكون تدريب على ملعب مختار التتش. خلاص يمكن الملعب تم تجهيزه الحقيقه في مجهود كبير جدا، بذل الحقيقه من الاداره التنفيذيه لتجهيز الملعب لاستقبال لاعبي النادي الاهلي من جديد من خلال التدريبات. ويمكن انت كلمت محمد طبعا على البرنامج، ابدا معاك بالبرنامج مستر كولر. الحقيقه حتى يوم الثلاثاء وهو موعد سفر فريق للنادي الاهلي يكون التدريبات مستمره طبعا 7 مساء النهارده، يمكن درجه الحراره شديده شويه، الشمس صعبه شويه الحقيقه في ملعب مختار التتش، فالراجل اخر التدريب شويه. ويمكن كمان كعادته بيكون في محاضره، المحاضره بتكون 30 دقيقه وممكن كمان بتزيد عن كده، لكن بتكون محاضره مهمه جدا. الراجل بيحط فيها طبعا الخطه بشكل كبير، بيتكلم على اهميه المرحله، فالنهارده اكيد تدريب مهم جدا. ويمكن كمان الاهم هو نجاح المعسكر الحقيقه، معسكر اكثر من رائع، يعني الاستفاده فيها محمد كانت كبيره جدا على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي وعلى المستوى ايضا كمان التكتيك، المباراه الوديه، ظهور عدد من اللاعبين كان اكثر من رائع الحقيقه هذا المعسكر. ويمكن كمان يعني يمكن بنتكلم على نجاح المعسكر، ويمكن كمان زمايلنا طبعا فاروق صلاح ومحمد عويد الحقيقه يمكن قاموا بدور كبير جدا عشان ينقلوا لكل جمهور النادي الاهلي الكواليس المهمه جدا في هذه المعسكرات، بتدي انطباع بشكل كبير جدا من لقاءات ومن كواليس ومن تحركات ومن كلها امور طبعا بتكون يعني بتكون مهمه جدا لكل جمهور النادي الاهلي. فاكيد الحقيقه بنوجه لهم كل الشكر والتقدير. وايضا كمان لاعبتنا بقى منتظرين منهم الجديه والحماس النهارده في التدريب، مرورا بمباراه طبعا ان شاء الله وحتى موعد السفر. محتاجين ايضا كمان نطمن على متولي، نطمن ايضا كمان على عمرو السوليه، كل الامور دي ان شاء الله من خلال التدريب. قطعوا شوط كبير جدا من خلال التاهيل. يمكن كمان يعني الشيء المزعج شويه هو حمزه علاء كمان اللي انضم لقائمه المصابين. الحمد لله ما عندناش عدد كبير محمد من المصابين، لكن حمزه يمكن عنده اجهاد شويه في العضله الخلفيه، تم وضع برنامج ليه تاهيل ان شاء الله باذن الله يكون مع فريق النادي الاهلي خلال الايام القادمه باذن الله. محمد النهارده يمكن زي ما بنقول مستر كولر يكون التدريب مهم جدا ليه، يا رب ان شاء الله باذن الله يكون موفق في اختياره في اختيار القائمه اللي هتكون متواجده بمشيئه الله في السعوديه. مباراه صعبه جدا جدا، فريق مميز عنده سرعات، عنده مدير فني مميز جدا، عنده اكيد الطموح وعنده الامل، لكن ان شاء الله باذن الله طموحنا واملنا يكون كبير جدا ان شاء الله. ويا رب ان شاء الله محمد تكون فرحه كبيره جدا بمشيئه الله يوم السوبر، ويكون ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي هو بطل السوبر باذن الله. طيب يعني كده حمزه علاء كمان انضم لقائمه المصابين، وفي كان عندك السوليه، متولي، ياسر ابراهيم. هل في معلومات ممكن حد فيهم يلحق لقاء السوبر مع الوضع في الاعتبار يا كريم؟ قائمه السوبر هتبقى 18 لاعب فقط عكس قوائم الاهلي في المشاركات القاريه او الدوليه في البطولات الاخرى، 11 اساسي و7 على دكه البدلاء، ومتاح كمان من هنا لغايه يوم الاربعاء اللي جاي لو في لا قدر الله لعيب من اللعيبه اللي احنا قلنا اسمائهم في القائمه حب الجهاز الفني يستبدلهم او صفقه جديده قد تنضم عايز يضيفها، ده وارد. لكن عايز اطمن على الاسماء اللي احنا ذكرناها، هل ياسر ممكن يلحق؟ متولي، الامر ماشي ازاي يا كريم؟ يعني طبعا هي نقطه مهمه جدا يا محمد، وهو العدد يعني زي ما بنقول في تحجيم شويه بهذا العدد، عشان كده لابد بالزبط يكون اللي متواجد جاهز بنسبه 150% وليس 100%. عشان كده يمكن زي ما بنقول النهارده يكون في جلسه مع الجهاز الطبي للاطمئنان تحديدا على الثنائي متولي والسوليه. لكن الحقيقه يمكن ياسر ابراهيم هو اللي بنسبه كبيره جدا يكون متواجد، لان يمكن احنا عارفين ياسر كان عنده يعني جرح بسيط جدا ويمكن ادى عليه بعض التدريبات، لكن ياسر ان شاء الله باذن الله هو اللي ممكن يكون جاهز بنسبه كبيره جدا. ومش عايزين طبعا نستبعد الامور، لان احنا محتاجين نشوف في التدريب، الامر بيكون مهم جدا يا محمد اما بتشوف العيب في التدريب، سبرنتات عامله ازاي، الترنات عامله ازاي، هل يتدرب فردي، هل هياخد جزء من الكوره، فمهم جدا ان احنا نتابع التدريب. لكن البدايه هتكون مع ياسر ابراهيم ان شاء الله، وممكن كمان محمد يكونوا متواجدين، يعني السوليه ومتولي ممكن يكونوا متواجدين على دكه البدلاء يلحقوا بالمباراه. لكن نقطه مهمه جدا ان احنا نطمن عليهم في التدريبات سواء النهارده او بكره او بعده، مهم جدا ان انت تشوف اللعيب على ارض الواقع، لان يمكن انت عارف طبعا يا محمد قبل المباراه بتكون تدريبات خلاص بقى كلها تكتيك وكلها امور خاصه، فما بيبقاش فيها اي انواع من انواع الالتحامات. فعشان كده الاطمئنان لابد يكون في تدريب اليوم النهارده، يا رب ان شاء الله نطمن عليهم في تدريب اليوم. كمان حاجه ثانيه اضافيه، النهارده اعتقد انضمام اللاعبين الدوليين الاربعه شناوي ومنعم وهاني ومروان عطيه، بالاضافه الى ثلاثي المنتخب الاولمبي اللي كانوا مع روجير ميكالي، فاعتقد اللاعبين الدوليين كلهم حاليا اصبحوا مع الفريق، يبداوا التدريبات من النهارده لحين بقى ما نعرف ميعاد وصول اليو ديانج وبيرسي تاو وعلي معلول باذن الله خلال الساعات القادمه ان شاء الله بعد نهايه الاجنده الدوليه اكيد يوم الثلاث. يعني طبعا
طبعا يا محمد، طبعا في البدايه بنقول ربنا يكون في لعيبه النادي الاهلي الحقيقه، فهون لعيبه النادي الاهلي، ان البدايه كده، البدايه من المعسكر الى المنتخب، ثم بعد كده الى السوبر وعوده من جديد للبطوله الافريقيه. البدايه باينه جدا ان فيها تلاحم وفيها مجهود كبير جدا، لكن ان شاء الله كل لاعبتنا اللي يمكن شاركت في مباراه الامس هتكون النهارده ان شاء الله باذن الله متواجده في تدريب فريق النادي الاهلي. مش هتشارك طبعا في الجرعه التدريبيه الكامله، لكن ان شاء الله يكونوا متواجدين، يعملوا الريكفري ويكونوا بمشيئه الله جاهزين لتدريب الغد. دي كانت نقطه مهمه جدا ان احنا نطمن كمان على الاصابات، هل حد اشتكى من حاجه، هل حد حس باي حاجه. ده كان نقطه مهمه جدا، لكن الحمد لله الرباعي يعني بنسبه 100% ان شاء الله باذن الله يكونوا متواجدين مع فريق النادي الاهلي في مباراه السوبر. مباراه غايه في الاهميه وغايه في الصعوبه، لكن يا رب ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه الموسم ببطوله فرحه كبيره جدا لكل جمهور النادي الاهلي باذن الله. في اي حاجه تحب تختم بيها كلامك يا كريم، لو عندك اي معلومه اضافيه؟ لا اكيد طبعا محمد، بنتمنى التوفيق للاعبتنا والجهاز الفني. البدايه تكون مهمه جدا، الانطلاقه تكون موفقه. انت عارف محمد البدايه بتدي رساله للجميع، لان احنا عندنا عدد كبير من البطولات، فيا رب ان شاء الله الرساله تكون واصله للجميع ان النادي الاهلي عنده هدف وحيد، هو الحصول على لقب بطوله السوبر ليكون اللقب التاسع في دوري بطولات النادي الاهلي باذن الله. زميلي العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كم المعلومات والايضاحات قبل انطلاق تدريب الفريق في الساعه 7 مساء على ملعب مختار التتش. وده اول تدريب للفريق عقب العوده من النمسا بعد معسكر اعداد اقيم على مدار 10 ايام. نتمنى يا رب يكون الجهاز الفني استفاد فيها الاستفاده القصوى استعدادا لهذه المباراه الصعبه اللي هتكون في انطلاقه الموسم وبدايه الموسم، لقاء السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه الجزائري، واللي هيديره طاقم تحكيم من الجابون. الحكم بيير اتشو هو اللي هيكون حكم هذه المباراه، وعلى تقنيه الفيديو ماريا ريفيت حكمه دوليه من موريشيوس. بالمناسبه حكم لقاء السوبر الافريقي بين الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري، الاتحاد الدولي فيفا اختاره ليكون ضمن قائمه حكام بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة. تم اختيار حكم لقاء السوبر عشان يكون ضمن حكام الفيفا في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة خلال الفترة اللي جاية. ومعاه كمان على فكرة حكم مصري كابتن أحمد حسام طه، تم يعني اختياره ضمن قائمة الحكام المساعدين في قائمة حكام كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة. طيب هنتقل للحديث عن لقاء السوبر، لأن عندي موضوع تاني بس هتكلم عليه بعد ما أتكلم على لقاء السوبر الإفريقي. النهاردة التذاكر تم طرحها من خلال إحدى الشركات المسؤولة عن تسويق التذاكر في الفعاليات الرياضية أو حتى الفنية، والاتحاد الإفريقي اتفق مع هذه الشركة على تحديد الساعة الواحدة ظهر اليوم لطرح التذاكر. وبالفعل الساعة واحدة كانت بوابة طرح التذاكر موجودة من خلال إحدى الشركات في السعودية، والتذاكر على فكرة هتطرح على دفعات مش دفعة واحدة. يعني الناس النهاردة بعد ما طرحت التذاكر الساعة واحدة الظهر 10 دقايق ربع ساعه قال لك نفذ التذاكر، فالناس كلها خافت. لا يا جماعه، التذاكر اللي تم طرحها عباره عن دفعه اولى، لسه في دفعات اخرى على مدار الايام المقبله. وفي حاجه جميله جدا بصراحه الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه النهارده عملوها، طبعا الاسعار شامله الضريبه، ولكن عند ذو الهمم التذاكر مجانيه، وده شيء رائع جدا من الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه واللجنه المنظمه على كل أمور المتعلقة بلقاء السوبر ما بين الأهلي واتحاد العاصمة. ولكن الدرجات بقى A1 15 ريال، B1 15 ريال، A2 20 ريال، B2 20 ريال، بريميوم 1 100 ريال، درجة أعلى طبعا 100 ريال، بتعلى بالدرجة اللي هي مثلا بتبقى الـ VIP والـ VVIP. مثلا هتروح لجولد 1 500 ريال، جولد 2 500 ريال، وفي الـ VIP 1000 ريال. دي أسعار التذاكر، وطرح التذاكر بدأ منذ اليوم. نتمنى التوفيق يا رب إن شاء الله، نشوف جماهير كبيرة جدا من جماهير النادي الأهلي في لقاء السوبر الإفريقي. طيب في تفاصيل كتيرة متعلقة بهذه الفعالية المهمة وهذا الحدث الرياضي، إقامة السوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية وتحديدا في استاد الملك فهد في مدينة الطائف يوم الجمعة الساعة 9 مساء. لذلك في هذه اللحظات معايا على الهاتف الأستاذ عبد العلي سكير، عضو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي ورئيس قسم الكرة السعودية في موقع كورة. تحياتي لحضرتك يا فندم، مساء الفل. مساء النور والسرور أستاذ محمد، ومساء الخير أستاذ المشاهدين. أولا سعداء بوجودك معنا، وسعداء بالتواصل مع الزملاء والأشقاء في المملكة العربية السعودية، وبنهنيكم بالتأكيد على الانطلاقة القوية للدوري السعودي والحالة الرائعة اللي موجودة كأحد الدوريات العربية في الصحف العالمية والأوروبية. حبيبنا يا غالي استاذ محمد، طبعا هذا الشيء مشرف لنا كعرب بشكل عام.
اكيد ان شاء الله يكون المستقبل واحد جميع يعني الدوريات العربيه مستقبل قريب باذن الله ان شاء الله باذن الله. طيب عايز اعرف بقى كيف تستعد او كيف يستعد الاتحاد السعودي لاستضافه النسخه المقبله من كاس السوبر بين الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري، فعاليات اليوم، برنامج اليوم، والاستعدادات اللي ممكن يبقى فيها مفاجآت تسرى للجماهير المصرية والجزائرية إن شاء الله يوم الجمعة المقبل. أكيد طبعا بالنسبة لنهائي السوبر الأفريقي يعني خلينا نقول حدث مهم بشكل كبير جدا، وإقامته في المملكة العربية السعودية يأتي بعد خلينا نقول استضافات أحداث عربية وعالمية كبيرة خلال السنوات الماضية، فأعتقد أن استضافة السوبر الأفريقي راح يكون حدث جدا مهم. أكيد راح يكون في إقبال جماهيري كبير، وزارة الرياضة يعني عملت تسهيلات كبيرة للجماهير، فأعتقد بإذن الله راح تكون مباراة يعني جماهيرية، راح يكون في حضور جماهيري كبير، خصوصا أن خلينا نقول المبالغ الدخول تعتبر نوعا ما رمزية لتذاكر الدرجة العادية. اليوم تم طرح الدفعة الأولى وتم نفاذها بشكل كامل، حاليا خلال الساعات القادمة راح يتم أيضا اللي هو طرح الدفعة الثانية وراح تكون الأخيرة للتذاكر. يعني التذاكر هيتم طرحها على دفعتين، الدفعة الأولى كانت النهاردة ولسه الدفعة الثانية. نعم الدفعة الأولى نفذت بالكامل، يعني الدفعة الأولى بعد طرحها نفذت بالكامل. الدفعة الثانية متى يتم طرحها مثلا؟ عشان الجمهور أنا عارف دلوقتي كله قاعد على جهاز الكمبيوتر ومستني توقيت طرح الدفعة الثانية. اليوم بإذن الله، يعني خلينا نقول الساعات القليلة القادمة، نعم اليوم راح تبدأ يعني الدفعة الثانية وراح تكون الأخيرة. أكيد. طيب هل التذاكر متاحة للجماهير الأهلوية وجماهير اتحاد العاصمة؟ الاستاد مفتوح للجماهير بشكل عام ولا في درجات محددة لكل مشجعي لكل فريق؟ لا اللي هو التذاكر محدد، يعني ما في تحديد، التذاكر متاحة للجميع. حاليا خلينا نقول أن خلال الدفعة الأولى يعني أيضا مش بس الجماهير الأهلاوية أو خلينا نقول من الجزائر، لا يعني التذاكر متاحة للجميع، ايضا الجماهير السعوديه يعني حصلت على عدد كبير من التذاكر. طبعا المباراه مهمه جدا، واعتقد ان يعني الجميع عنده رغبه في ان يحضر هذه المباراه. اكيد باذن الله. استاد الملك فهد اعتقد بيسع لحوالي 20,000 متفرج. صحيح. طيب بعض المعلومات برضه اللي وصلت لها ان احتمال يكون في حفل فني على هامش المباراه، وزاره الرياضه ووزاره الشباب في السعوديه، هل في بروجرام معين في هذا الحدث بحيث ما تكونش مباراه 90 دقيقه فقط؟ أكيد طبعا، هو دائما حتى في المباريات اللي تكون خلينا نقول في منافسات الدوري أو منافسات الكأس، يعني منافسات المحلية، دائما ما يكون في فعاليات مصاحبة لأي مباراة، فبطبيعة الحال نفس هذا الحدث أو هذه المباراة المهمة أكيد راح يكون في برنامج، أو حتى لو كان حفل مصغر أيضا راح يكون في فعاليات للجماهير، فأعتقد أن الحدث نفس ما سبق وتحدثت أنه راح يكون يعني جميل جدا من الناحية التنظيمية، وراح ينال على رضا الجماهير، يعني الجماهير راح تحضر المباراه اكيد راح تكون أكيد رضا تام عن التنظيم باذن الله تعالى. في تفاصيل ممكن نعلن عنها دلوقتي ولا فيها مفاجات؟ يعني نستنى ممكن يبقى فيها مفاجات؟ يعني الى حد هذه اللحظه ما تم الاعلان بشكل رسمي عن أكيد برنامج اليوم السامي او اليوم البطوله، ولكن اكيد بالنسبه يعني بالنسبه مؤكده خلينا نقول انه راح يكون في فعاليات، يعني خلينا نقول تساهم في ان الجماهير تستمتع بكل لحظه، ان لا تقتصر الحضور الجماهيري في ارض الملعب. اكيد برضو من ضمن المعلومات اللي عندنا ان اعتقد في دعوه لكل رؤساء الاتحادات الوطنيه في القاره الافريقيه، اكثر من حوالي 50 رئيس اتحاد هيكونوا موجودين في صاله الفي اي بي في استاد الملك فهد ان شاء الله، فكل المسؤولين في القاره الافريقيه هيكونوا حاضرين هذه المباراه ان شاء الله. صحيح، يعني بالاضافه الى رؤساء الاتحادات الافريقيه ايضا راح يكون في تواجد اسيوي، تم دعوه بعض رؤساء الاتحادات الاسيويه، اعتقد ان الحضور راح يكون كبير جدا، خصوصا في ظل خلينا نقول هذه الفتره في اهتمام كبير جدا من قبل الاعلام العالمي بجميع الاحداث اللي تنظم في المملكه العربيه السعوديه، فاعتقد ان تواجد فريق يعني نادي كبير اللي هو الاهلي المصري والاتحاد العاصمه الجزائري ايضا راح يكون له طابع خاص. أكيد أعتقد عدد الحاضرين ممكن يمثل يعني 50% زائد واحد من كونجرس الفيفا في هذه المباراة أكيد إن شاء الله. أكيد أنا من سبق تحدثت، يعني هذه المباراة بالنسبة لنا احنا كعرب بالنسبة لنا هذه يعني مباراة مهمة، أعتقد أن الجالية المصرية والإخوة المصريين الموجودين بالمملكة العربية السعودية دائما ما يكونون الرقم الأصعب في الحضور الجماهيري. صحيح. خصوصا جماهير الأهلي اللي دائما ما تثبت أنها يعني الرقم واحد
على مستوى الجماهير او الحضور الجماهيري في المملكه العربيه السعوديه. لاحظنا في بطولات مختلفه جدا لا تقتصر على كره القدم، في منافسات كره اليد، في منافسات اخرى، دائما لما يكون الاهلي متواجد دائما يكون الحضور الجماهيري كبير جدا. طيب الاهلي متواجد كمان في كاس العالم للانديه، والمواجهه المتوقعه بنسبه كبيره مع العميد، عميد الأندية السعودية اتحاد جدة، يعني كيف ينظر الإعلام السعودي لهذه المواجهة المرتقبة؟ وأيضا جماهير اتحاد جدة كيف ترى مباراتها مع الأهلي في الدور التالي في حال تخطي بإذن الله فريق أوكلاند سيتي؟ أكيد طبعا هي مباراة مرتقبة، يعني فور صدور القرعة يعني الجميع يتحدث عن هذه المواجهة المحتملة. أعتقد إن صارت الأمور بشكل صحيح فبالنسبة للاتحاد وأيضا الأهلي يعني نسبة أن تكون مواجهة عربية نسبة كبيرة جدا. سبق وان التقى الفريقان في كأس العالم وجمعات ثلاث مباريات أخرى، الاتحاد كان هو صاحب الفوز في ثلاث مباريات، ولكن أيضا الأهلي يعتبر هو فريق صعب جدا بالنسبة في كأس العالم الأندية. ولاحظنا المباراة الأخيرة أمام الهلال السعودي، يعني هو استطاع أن يتخطى الهلال، فأعتقد أن المباراة راح تكون جماهيرية، راح تكون مباراة مثيرة جدا. نتمنى من الفريقين ان يظهران بالصورة اللي فعلا يعني تناسب وتلبي طموحات الجماهير العربية، خصوصا ان الفريقان يعني يملكان المقومات اللي تخولهم للمضي خلينا نقول الى ادوار متقدمة، خصوصا بعد تجنب مانشستر سيتي. فانا اعتقد ان البطولة راح تكون او المباراة راح تكون مثيرة وراح تنال على يعني اهتمام عالمي بشكل كبير جدا باذن الله. أكيد. هل جماهير اتحاد جدة شايفة القرعة صعبة بالنسبة للبطل الدوري والمستضيف للبطولة، ولا طريق البطولة بالنسبة لاتحاد جدة شايفه أنه مناسب؟ طبعا أكيد هو تواجد أي فريق في نهائيات كأس العالم الأندية يعني لا يتوقع أن يكون طريقة سهل، ولكن أعتقد بما أن القرعة جنبت الاتحاد الوقوع في طريق مانشستر سيتي في بداية الأدوار، فأعتقد أن القرعة مناسبة جدا. من الطبيعي ان يكون عندك مباريات يعني تتحمل صعوبه نفس المباراه ممكن المحتمله الثانيه امام الاهلي، ولكن اعتقد ان القرعه مناسبه جدا، مناسبه يعني خلينا نقول على الاقل نشوف فريق عربي في ادوار نهائيه كاس العالم للانديه. اعتقد ان القرعه جدا ممتازه سواء للاتحاد او ايضا للاهلي. اكيد فوز الاهلي على الهلال لسه لغايه دلوقتي الاعلام السعودي بيتكلم عليها كمباراه، رغم ان المنافس القادم للاهلي يعني ممكن يكون فريق آخر زي اتحاد جدة. مدى ارتباط الإعلام السعودي بنتيجة هذه المباراة وتأثيرها على مباراة الأهلي واتحاد جدة؟ طبعا دائما المباريات العربية لما تكون في منافسات خارجية دائما ما يكون لها تبعات كبيرة جدا، لأن خصوصا لما تكون بين أحد الأكبر الأندية سواء على مستوى المملكة العربية السعودية أو أيضا على مستوى مصر، فدائما هذه الامور تؤخذ بالحسبان بحيث ان هذا الفريق مهما كان يمر بظروف او مهما كان ان عنده بعض المشاكل الا دائما في الاحداث او البطولات العالميه يكون حاضر. فدائما التذكير بالنتائج السابقه امام الانديه العربيه امر شائع بالنسبه للجماهير في العالم العربي، ولكن لكل مباراه طبعا اكيد ظروفها المختلفه، لكل مباراه يعني التحضيرات تكون هي امر فارق، خصوصا الاتحاد حاليا يعني بنسبه كبيره مختلف كليا عن السنوات الماضيه. أكيد. الاتحاد يعني حاليا خلينا نقول في اتم الجاهزيه، فانا اعتقد ان جماهير الاتحاد يعني عندها ترقب كبير لهذه المباراه، وبنفس الوقت خلينا نقول عندها ثقه في ان الفريق قادر انه يعني يمضي قدما في كاس العالم للانديه، خصوصا راح تقام في جده وامام حضور جماهيري كبير جدا. اكيد في ترقب من جماهير اتحاد جده وايضا من جماهير الاهلي، لان مباراه اكيد هتكون ما بين اكبر فريقين سواء في مصر او في المملكه العربيه السعوديه، لكن نتمنى في النهايه ان شاء الله نشوف مباراه تليق بالكره العربيه والمصريه والسعوديه سواء في كاس العالم للانديه او حتى مشاركه الاهلي في السوبر امام اتحاد العاصمه. استاذ عبد العلي سكير انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله والتفاصيل الهامه بخصوص مباراه السوبر وايضا ردود الافعال على قرعة كأس العالم للأندية، وكل التوفيق يا رب للأهلي في البطولتين، بطولة السوبر الإفريقي والبداية يوم 15/9، وعندنا كمان كأس العالم للأندية ويوم 15 ولكن 15 ديسمبر في مدينة جدة. التوفيق يا رب يكون للنادي الأهلي. قبل ما اطلع لفاصل وحاجة كده سريعة عايز اتكلم عليها، عشان بس للأسف بعض الناس على السوشيال ميديا مش فاهم ايه الرسالة اللي عايز اتوصلها، او حتى بعض البرامج ايه الموضوع اللي عايز يناقشوا ويطرحوا عشان يصدر معلومة غلط لجماهير النادي الأهلي. أولا وأنا موجود في قناة الأهلي وليا الشرف على مدار 15 سنة بتعامل دايما من خلال الأمور الرسمية، يوم ما يكون في قرار رسمي متعلق بجهاز فني بنقول لحضراتكم لأنه قرار رسمي، ما ينفعش مثلا تدخل على الموقع الرسمي للأهلي
تلاقي مثلا ايه الاهلي يقترب من كذا او الاهلي في اتجاه انه ياخد قرار كذا، ده ما تلاقوش في المواقع الرسميه ولا حتى في قنوات رسميه، ده ممكن تلاقيه في مواقع جماهيريه على السوشيال ميديا، مواقع بتحاول تجتهد وليها تغطيه في الشان الرياضي، ولكن الشان الرسمي لازم تستنى مننا المعلومه الرسميه. عشان كده في ملفات دايما الناس بتبقى مستنيه مننا معلومه رسميه، وبما ان لسه ما فيش قرار او ما صدرش قرار فما ينفعش نتكلم، زي ما الموقع الرسمي ما كتبلكش معلومه فبالتالي احنا مش هنقدر نتكلم في اي قرار واي معلومه، ولكن لينا حق التعليق بقى على كلام ممكن يتقال في حق ناس بتشتغل في الاهلي سواء في صفقات او تدعيمات وبتقال كلام غلط. وليكن مثلا لو انت بتتفاوض وبتحاول تضم لعيب مثلا، ليك استراتيجيه في اللعيب اللي انت بتفكر تضمه خلال الساعات اللي جايه، ليك استراتيجيه في لعيب بتحاول تضمه خلال الساعات الجايه، ولكن مجرد ما اعلام اخر حتى لو اعلام محايد ولكن ما داخله هو مش محايد هو منتمي، ولكن انتمائه غلب على ظهوره في المكان المحايد، فيطلع يقول لك ايه ازاي بتفكروا في لعيب سنه كذا او شكله كذا او ستايله كذا او اهدافه كذا، رغم على فكره نفس الإعلامي أو نفس المكان ممكن يتكلم على لعيب بمواصفات تانية أو بنفس المواصفات بنفس السن ويقولك ده صفقة القرن. تخيلوا من سنتين تلاتة اتقال على لعيب في سن معين قالك ده صفقة القرن، ونفس السن ممكن يكون النادي بيفكر أو غيرك بيفكر أو استراتيجية أي نادي في مسألة تدعيمات بيفكر في هدف معين فيتقال العكس. شوفوا بقى إيه تضارب التصريحات والشيزوفرينيا في تناول الموضوعات. واستحالة من خلال شغلي في الإعلام على مدار أكتر من 15 سنة أدي النفس مساحة حرية إن أنتقد رؤية فنية وأنا مش متخصص في الأمور الفنية. تاني يعني أنا كإعلامي أو أنا كصحفي ما ينفعش أنتقد أمور فنية وأنا مش متخصص في الأمور الفنية. أنا ممكن أنتقد معلومة أقول وجهة نظر في خبر، ولكن طالما الخبر ده مرتبط بأمر فني أجيب حد فني يتكلم عليه، ولكن كل ده بيتحط في الدرج مجرد ما يكون الأمر مرتبط بالأهلي. ولو لعيب عنده 36 سنة أو 40 سنة ممكن أخليه صفقة القرن، ولكن لو الأهلي مرتبط بالأمر ده لا، أصدر للجمهور إيه الفشل اللي بيحصل ده، إيه الفشل اللي بيحصل ده. أنا بقول لكم إحنا هنا ما ينفعش نتكلم في أمور إلا لما تكون رسمية، ولكن في أمور بيتم تداولها في حق النادي الأهلي ما ينفعش نسكت عليها. ده كان جزء من اللي اتقال امبارح مع احد الاشخاص للاسف قام بدور مدير فني هيد كوتش وما قامش بدوره الاعلامي. فنتمنى الناس كل واحد يشتغل شغلته ومحدش يحاول يجود على حاجه هو مش فاهم فيها. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نرجع لاخر اخبار الترند. كلام كتير عن أخبار الأهلي وإيه اللي هيحصل خلال هذا الأسبوع استعدادا لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري. نطلع نتابع آخر أخبار الترند. أهلا بحضراتكم من جديد وآخر أخبار الترند، والبداية هتكون من ترند الأهلي. نبدأ مع بعض ترند الأهلي وحساب يلا كورة. جميل كالشوكولاتة السويسرية ومنضبط كالساعات السويسرية. في مثل هذا اليوم تعاقد الأهلي مع المستر مارسيل كولر الذي قاد النادي للتتويج بخمس بطولات. زي النهاردة يوم 9/9/2022 جاء مارسيل كولر بعد فترة انتقالية لريكاردو سواريش، لينجح كولر في تحقيق خماسية في أقل من 365 يوم، بطولات ما بين محلية وإفريقية. فالعنوان جميل جدا، جميل كالشوكولاتة السويسرية ومنضبط كالساعات السويسرية. أبرز حاجة في سويسرا الشوكولاتة والساعات، فالراجل جه ومعاه أبرز ما يميز سويسرا، رائع ومنضبط وربنا يكرم بإذن الله خلال الموسم الحالي. حساب في الجول برضو بيتكلموا على توقيت تعاقد الأهلي مع كولر. في اليوم ده العام الماضي الأهلي تعاقد مع المدرب السويسري مارسيل كولر. خاض السويسري مع الأهلي 60 مباراة بجميع المسابقات، حقق فيهم الدوري المصري، دوري أبطال إفريقيا، كأس مصر، 2 سوبر مصري على الزمالك وبيراميدز، كسب 44 مباراة، اتعادل 11 لقاء
وخسر 5 مباريات، أرقام قياسية في الموسم الأول. كولر تخطى جوزيه كأرقام في أول موسم ليه مع الأهلي. كرة بلس بيكلموا على مراجعة الدوري المصري، أهم ما تحتاج معرفته عن فرق الدوري قبل انطلاق البطولة. البداية مع بطل النسخة الماضية الأهلي، ده بنتكلم بقى على أرقام مميزة جدا. طيب بصوا، بنتكلم على الأهلي، المدرب مارسيل كولر، هداف الموسم الماضي محمد شريف، أفضل مركز، البطل 43 مرة، المحافظة القاهرة، الملعب استاد القاهرة، لقب الفريق المارد الأحمر. طبعا بنتكلم بقى على الموسم والمراكز والنقاط. انت في 2018-2019 كنت الأول ب 80 نقطة، في الموسم التالي 2019-2020 الأول ب 89 نقطة، 2020-2021 كنت الثاني ب 76 نقطة، الموسم قبل الماضي كنت الثالث ب 70 نقطة، الموسم الماضي، الموسم الحالي الأول ب 83 نقطة. ولكن يبقى موسم 2019-2020 هو الموسم اللي اتحقق فيه رقم قياسي ب 89 نقطة. كنا على أعتاب كسر الرقم ده، ولكن قدر الله وما شاء فعل. نروح لحساب سبورت 360 مصرية، وبيتكلموا على أرقام قمصان لاعبي الأهلي في الموسم الجديد. اللاعبين الجدد هيرتدوا قمصان تيشيرت عليه رقم كام؟ إمام عاشور 22، كريم نيدفيد 20، رضا سليم اللاعب المغربي 12، أحمد عبد القادر 11، صلاح محسن 9، أكرم توفيق رقم 8. بالتوفيق يا رب إن شاء الله للفريق هذا الموسم. طيب حساب بطولات بيتكلموا على أن الأهلي يحدد موعد السفر إلى السعودية لمواجهة اتحاد العاصمة في لقاء السوبر الإفريقي. قلت لحضراتكم الأهلي خلاص حدد ميعاد السفر، هيكون يوم الثلاثاء اللي جاي بعد العصر إن شاء الله. الفريق هيتجه إلى المملكة العربية السعودية لخوض لقاء السوبر، هيكون في تدريب صباحي يوم الثلاثاء، وعقب التدريب الفريق هيسافر. موقف علي معلول، موقف بيرسي تاو، موقف أليو ديانج ده هيتحدد خلال الأيام المقبلة. علي موجود في مصر، فحتى لو الجهاز الفني للمنتخب التونسي رفض ان علي ما يلعبش ماتش تونس ومصر، يعني عنده مساحه ان بعد المباراه يقدر يلحق مع الفريق ويسافر السعوديه. ولكن توقيت سفر والبعد المسافه ما بين المباراه اللي هتتلعب فيها مع بيرسي تاو ومع اليو ديانج هيبقى طريق شاق جدا عشان يقدروا يسافروا، سواء من جنوب افريقيا او حتى من كوت ديفوار، عشان يتحركوا لغايه المملكه العربيه السعوديه. الكلام بقى على حجز طيران، سواء على الخطوط الاثيوبيه، ممكن الخطوط القطريه او الخطوط الاماراتيه، ده تحدد في الساعات اللي فاتت عشان يكون في اقرب وقت يكونوا مع الاهلي ان شاء الله يوم الاربعاء قبل المباراه ب 48 ساعه. اخر حاجه، حساب الوطن سبورت، كولر يطلب تقريرا عن حاله الطقس في السعوديه قبل السوبر الافريقي. بالمناسبه يا جماعه، المملكه العربيه السعوديه طبعا احنا عارفين اجواء درجه الحراره في الخليج خلال الفتره الحاليه بتبقى درجات حراره عاليه زي جو القاهره او اعلى شويه، ولكن ما يميز مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية جوها مناسب، ممكن تلعب فيه ماتشات كورة. عشان كده البطولة العربية على فكرة اتلعبت في أبها والطائف. ليه؟ درجة الحرارة فيها أقل كتير من جدة والرياض ومكة. فدرجة الحرارة مثلا يعني لو في جدة 45 درجة مئوية، في الطائف ممكن تكون 36-37، والمباراة كمان هتتلعب الساعة 9 بالليل، فالجو وقتها ممكن يكون مناسب لأداء الفريق في هذه المباراة. طيب نروح للترند المحلي ورقم على أداء فيتوريا مع منتخبنا الوطني. سبورت 360 مصرية بتتكلم وبتقول إن فيتوريا لعب مع منتخبنا لغاية دلوقتي 8 مباريات ما بين ودية ورسمية، فاز في 8 لقاءات، عمل رقم جيد على فكرة. طب تقييمكم إيه لأداء منتخب مصر مع روي فيتوريا حتى الآن؟ كم من 10؟ ده سؤال احنا طرحناه وهستعرض دلوقتي يعني تعليقات الجماهير على السؤال ده. طب حساب في الجول بيقولوا ان اتحاد الكره يعلن الاشعه تثبت اصابه محمد حمدي لاعب منتخب مصر بتمزق في الاربطه خلال ادائه في مباراه اثيوبيا. لاعب مباراه اثيوبيا تعرض لاصابه، الاشعه طلعت نتيجتها تمزق في الاربطه. الف مليون سلامه على محمد حمدي. نروح لليوم السابع، ميكالي علق على تجربه ماتش مصر وروسيا، قال التجربه الروسيه مفيده للمنتخب الاولمبي، ربنا يوفق منتخباتنا. حساب في الجول النهارده بيقول ان احمد حسام طه ضمن قائمه حكام كاس العالم تحت 17 عام في اندونيسيا. ده الخبر اللي اتكلمت عليه النهارده لما قلت ان حكم لقاء السوبر ما بين الاهلي واتحاد العاصمه الحكم الجابوني تم اختياره ضمن حكام كاس العالم للناشئين تحت 17 سنه. معاه كمان احمد حسام طه الحكم المصري اللي كان موجود في المغرب
مع امين عمر بيديروا مباراه بوركينا فاسو واسواتيني، كانوا موجودين في المغرب، كان عندهم مباراه امبارح. النهارده ان شاء الله هيوصلوا القاهره مساء، يوصلوا بالسلامه ان شاء الله. اطمنت عليهم كلهم بخير والحمد لله بسلام، ومفيش اي حد هناك الحمد لله تعرض لاي سوء. طيب اروح للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، رايكم ايه في اداء فيتوريا مع منتخبنا الوطني؟ سامي، استاذ سامي بيقول تحياتي استاذ محمد وفريق العمل، شكرا لحضرتك، تحياتي ليك. بيقول اداء متوسط ولا يوجد اي جديد من حيث التكتيك او تطوير الخطه الهجوميه او استغلال الكرات الثابته او المتحركه، في العموم لا يوجد شكل واداء او شخصيه للمنتخب، ولولا ان النتائج جيده لاصبح المنتخب بلا اي هويه او ثقل. استاذ سامي داخل سخن على فيتوريا. استاذ محمد بيقول مساء الخير، بصراحه وبكل وضوح لا استطيع الحكم على اداء المنتخب في مباراه اثيوبيا الاخيره لاني لم اشاهد المباراه من الاساس. يا صعب قوي يا جماعه. استاذ محمد عبد السلام بيقول نتائج بدون اداء، تابعنا مسيره موسيماني مع الاهلي والكل كان بينتقد لان الاداء دون لم يعجب البعض، مع انه يحصل على حصل على بطولات. عامه نحن لم نقابل منتخب قوي، نرجو الاداء يتحسن لان امم افريقيا صعبه للغايه. فكره الشهر الجاي في مباراه وديه مرتقبه ما بين مصر والجزائر، ممكن نشوف فيها مستوى فيتوريا مع منتخبنا. العمده عماد بيقول تحياتي لحضراتكم، المنتخب من ناحيه النتائج فهو ممتاز ولا غير ذلك، يعني شايفين نتائج ولكن مفيش اداء. اللورد محمود بيقول فين الاداء؟ المفروض نكسب اثيوبيا 3-0 بالبدلاء. استاذ ابراهيم خليفه بيقول تحياتي ليك استاذ محمد، شكرا ليك يا استاذ ابراهيم، اداء اقل من المتوسط بالنسبه للمباراه بلا ضغوط على كلا المنتخبين لحسم كل منهما موقفه من التاهل او عدمه سلفا. اخر تعليق معايا، استاذ اسلام بيقول تحياتي يا استاذ محمد، اداء المنتخب بالنسبه لي غير مطمئن، كمان عدم حضور الجمهور ده حصاد ما زرعه اتحاد الكره، انت عارف يعني ايه منتخب مصر لا يهتم بالجمهور ولا يتابع مبارياته، من المسؤول عن كل هذا؟ طيب على فكره التعليقات دي اتمنى المسؤولين عن الكوره والمنظومه في مصر يقروا ويسمعوا ويشوفوا نبض الجماهير، لان اكيد في تفاصيل ما بين السطور اتمنى الكل يحاول يحلها، لان احنا اكيد لازم نلتف حوالين منتخبنا الوطني، وكل التوفيق للجهاز الفني ومنتخب مصر في المشوار القادم. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، والى اللقاء في حلقات اخرى قادمه من برنامج الترند، شكرا والى اللقاء.